بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، العالم بتقلبها وأحوالها، المانع عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. لقد شهدت كتب التاريخ والسير على أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا أعلى مراتب النصر والتأييد، فانتصروا في كل ميدان، انتصروا على نفوسهم الأمارة بالسوء فألجموها بلجام التقوى، فاستقامت على طاعة الله عز وجل، وانتصروا على الشيطان القاعد لهم بكل طريق، فلم يغتروا بوساوسه ودسائسه، وانتصروا على زينة الدنيا وزخرفها، فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات، وانتصروا على العدو في ميدان المعركة في أقصر وقت وبأقل التكاليف، فكان العز دائما ديدنهم، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ولا شك في أن الناصر لهم هو الله عز وجل، والله تعالى لا يحابي أحدا من خلقه، وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، ولكن الصحابة تخلقوا بأخلاق هي أخلاق النصر، وتأهلوا بمؤهلات هي مؤهلات القيادة والسيادة والريادة، فمهما توفرت هذه الأخلاق في جيل من أجيال الأمة لا بد أن ينصرهم الله عز وجل. فما هي الأخلاق التي تخلق بها الصحابة رضي الله عنهم؟ حبهم لله عز وجل، وحبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يحبون الله عز وجل، ويحبون رسوله صلى الله عليه وسلم،
أكثر من الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال. وهذا الحب حب واجب، كما استدل أبو العباس بن صريج على ذلك بقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فقال: لا يهدد الله عز وجل هذا التهديد، ولا يتوعد الله عز وجل هذا الوعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم. ثم فسقهم الله عز وجل بخاتمة الآية فقال عز وجل: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهل كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الآباء والأبناء؟ هل كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء؟ نعم، تحقق ذلك في الجيل الأول. انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه 11 أنصاريا وطلحة بن عبيد الله، فلما رهقوه قال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، حتى قتل 11 أنصاريا صرعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يفدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، فلم يبق إلا طلحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. قال: أنت. فقاتل قتال 11 أنصاريا، وكان سهم متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله بيده فشلت يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وقال طلحة: ممن قضى نحبه، طلحة ممن قضى نحبه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ينظر ما فعل سعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري، فوجده في آخر رمق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرئك السلام ويقول لك: أنت في الأحياء أو في الأموات؟ قال: في الأموات. قال: وأقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له: جزاك الله عنا خيرا، جزاك الله عنا خيرا، ونحن نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاك الله عنا خيرا. ثم قال له: وقل لإخواني من الأنصار: لا عذر لكم عند الله عز وجل إذا خلصوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شفر يطرف، أي فيهم جفن يتحرك، أي أنه يجب عليهم أن يفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى فيهم شفر يطرف. كانت تختلف أحوال الصحابة وأقوال الصحابة، ولكنها جميعا تشير إلى شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أشيع يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقعد بعض الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنهم وقالوا: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاتبهم الله عز وجل بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لم يعاتبهم على شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم،
ولكن يعاتبهم على ترك القتال، وكان موقف صحابة آخرين أفضل من ذلك، وفيهم أنس بن النضر قالوا إذا كان قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوموا فموتوا على ما مات عليه، على ما الحياة بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادلهم حبا بحب، كيف هو الذي قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، وقال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. إذا كان هذا التفاعل الوجداني مع الجمادات، وإذا كان الجذع اليابس خر خوار الرضيع إلى أمه، كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين فدوه بأنفسهم والذين بذلوا ما لهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. في فجر يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة، وأبو بكر يصلي بالناس، يكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة عن حجرة عائشة رضي الله عنها، ويخرج ينظر إلى أصحابه، ينظر إلى ثمرة جهاده وإلى ثمرة دعوته وإلى ثمرة صبره، ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صفوف يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه. الصحابة يظنون أنه قد عوفي من مرضه، وأنه يوشك أن يخرج فيصلي بهم، ويتهيأ أبو بكر حتى يعود يصل الصف استقبالا للنبي صلى الله عليه وسلم، وظنا منهم أنه قد عوفي من مرضه، وما كانوا يعلمون أن هذه نظرة الوداع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه وأشار إليهم أن اثبتوا مكانكم، كادوا يفتنون في صلاتهم من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتبسم كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم تمضي عليه الليلة حتى لحق بالرفيق الأعلى، فكان يبادلهم حبا بحب صلى الله عليه وآله وسلم، وتبقى إشارات الحب من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس والله ما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. وقال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لم يقل كان مضيئا في المدينة، ولكن كل شيء في المدينة مضيء بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بالرفيق الأعلى قال أظلم منها كل شيء، قال وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. تقول فاطمة رضي الله عنها لأنس يا أنس هل طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لحالها، ولسان حاله يقول ما طابت أنفسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. كان الصحابة يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما خرجوا إلى غزوة بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فتكلم فأحسن فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر فتكلم فأحسن فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود وقال امضي يا رسول الله لما أمرك الله، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد.
فقال أشيروا علي أيها الناس. ففهم ذلك سعد بن معاذ سيد الأوس، لأن كل من تكلم قبله من المهاجرين فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع مقالة الأنصار، وخشي أن يظن الأنصار أن الواجب عليهم أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المدينة، وليس عليهم أن يذبوا عنه خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ فقال: والله لك أنك تعنينا يا رسول الله. قال: أجل. قال: امض يا رسول الله لما أمرك الله، فقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فوالله لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله عز وجل أن يريك منا ما تقر به عينك. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، أي إما العير وإما النفير. وقال: والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم. آيات البذل والتضحية في الجيل الأول لم تتكرر في جيل من أجيال الأمة، لم ترى آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول. فهذا البراء بن مالك رضي الله عنه في موقعة اليمامة، وكانت بين المرتدين من بني حنيفة وبين المسلمين في دولة أبي بكر، لما دخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت، طلب البراء بن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس، أي على درع، وأن يحملوه على أسنة الرماح، وأن يلقوه عليهم، يريد أن ينزل عليهم من فوق سور الحديقة يقاتلهم وحده، يقاتل جيشا وصفه الله عز وجل بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فالمفسرون مجمعون على أن المراد بهم جيش مسيلمة الكذاب من المرتدين من بني حنيفة، يقاتل صحابي واحد يقاتل هؤلاء المرتدين حتى يفتح الباب لأصحابه، ويدخل الصحابة من باب الحديقة يقتلون في المرتدين حتى خلصوا إلى مسيلمة الكذاب فقتلوه. هذه أخلاق النصر في الجيل الأول يا عباد الله، من أخلاق النصر في الجيل الأول قطع حبال الجاهلية، ولا تكون موالاتهم إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان برا بأمه، ولما دخل في الإسلام قالت له أمه: والله لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك أو أموت فتعير بي ويقال يا قاتل أمه. فتركت الطعام والشراب يوما وليلة ثم يوما آخر وليلة حتى جهدت، فدخل عليها سعد رضي الله عنه وقال لها: والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو لا تكلي. فلما رأت ذلك منه أكلت وشربت. هذا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يسمع عن مقالة أبيه الفاجرة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان بجهله وغبائه يظن أنه الأعز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه الله من ذلك هو الأذل. يقف ولده عبد الله بن عبد الله على باب المدينة شاهرا سيفه، والصحابة يمرون من تحت سيفه، فلما أراد أبوه أن يدخل قال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل.
فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له، وقد علم أن العزة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من أخلاق النصر في الجيل الأول نفقتهم في سبيل الله عز وجل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى النفقة، قال عمر رضي الله عنه: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فذهبت بشطر مالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: الشطر. قال: وجاء أبو بكر بماله كله، فقال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أسابقك إلى شيء بعد ذلك أبدا. أشرف عثمان رضي الله عنه على الناس الذين حاصروه في فتنة مقتل عثمان، وقال: أين صاحباكم اللذان ألباكم علي؟ فأتي بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران. فقال عثمان: أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة لم يكن فيها ماء يستعذب إلا بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بمثلها في الجنة أو بخير منها في الجنة؟ قال: فاشتريتها من حر مالي، فأنتم تمنعونني الآن أن أشرب منها. قال: أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري دار بني فلان ويضمها إلى المسجد له خير منها في الجنة؟ قال: فاشتريتها من حر مالي. قال: هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة؟ أتى عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يجهز جيش العسرة، أتى بألف دينار، والدينار العملة الذهبية، أي ما يقرب أو يزيد على مليون جنيه، فألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ألف دينار ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه ويقول: ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. طلحة بن عبيد الله يأتيه مال 700,000 درهم فيبيت يتململ، فتقول له زوجته: مالك؟ قال: ما ظن امرئ بربه يبيت وفي بيته هذا المال. قال: لا عليك، إذا أصبحت فادعوا بجفان وقسم هذا المال بين بعض أخلائك، أي أصحابك وأحبابك. قال: أنت موفقة بنت موفق، وهي أم كلثوم بنت أبي بكر موفقة بنت موفق. فلما أصبح دعا بجفان وقسم هذا المال بين أخلائه. عائشة رضي الله عنها يأتيها 180,000 درهم وقيل 170,000 درهم وتقسم المال كله، ثم يأتي وقت المغرب فتقول لأم ذرة امرأة تغشى عائشة: هل أمي فطري؟ فتأتيها بخبز وزيت، فتقول لها أم ذرة:
هل تركت لنا درهما واحدا نشتري به لحما؟ فتقول لها لو ذكرتيني لفعلت. ورأوها تقسم 80,000 وهي ترقع درعها ترقع درعها. فهكذا بذل الصحابة رضي الله عنهم ما كان بينهم من الأخوة الإيمانية، ما ألف النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: أنا أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي بيني وبينك. قال: ولي امرأتان فانظر إليهما، فأيهما أعجبتك فسمها لي حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك. هكذا كانت أخوة الصحابة رضي الله عنهم. في معركة اليرموك قال بعض الناس: خرجت بماء، قلت: إن وجدت ابن عم لي سقيته لو وجدت به رمق، وغسلت بالماء وجهه فوجده في آخر رمق، فقال: أسقيك؟ فأشار أن نعم. فلما ذهب يسقي إذا بجريح آخر في آخر رمق إلى جواره، يقول: آه. فأشار إليه، أي اذهب إليه، فذهب إليه، فإذا بثالث يقول: آه. فذهب إليه من أجل أن يسقيه، فإذا به قد مات. وعاد إلى الثاني فإذا به قد مات، وعاد إلى الأول فإذا به قد مات. كل واحد منهم يؤثر أخاه بشربة ماء وهو في آخر رمق. فهذه أخوة الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لم يكونوا أنبياء ولم يكونوا معصومين من الذنوب والخطايا، والله عز وجل ما أوجب علينا العصمة، ولكنه عز وجل أوجب علينا إذا وقعنا في ذنب أن نعود سريعا إلى الله عز وجل. فالصحابة كانوا أسبق الناس إلى التوبة إن بدرت منهم معصية. فهذا ماعز يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: طهرني. فقال: ارجع ارجع فاستغفر. فيأتي من جهة الشمال فيقول: طهرني. فيقول: ارجع فاستغفر. فلما أخر على نفسه 4 مرات قال: أطهرك من ماذا؟ قال: من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمجنون هو؟ قال: هو من عقلائنا. فقال: أشرب شيئا؟ فخرج رجل فشم فمه فقال: لم يشرب شيئا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. وقال بعض الناس: إنه وقع في ذنب وأحاطت به خطيئته. وقال بعضهم: ما توبة أحسن من توبة ماعز. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وخرج على الصحابة فقال: استغفروا لماعز. فقالوا: يغفر الله لماعز. قال: إنه تاب توبة لو قسمت في أمة لوسعتها. ثم أتت امرأة من غامد تقول: طهرني يا رسول الله. فيقول لها: ويحك ارجعي. فتقول: أتريد أن تردني كما رددت ماعزا؟ إنها لحبلى من الزنا. قال: فلا إذن، أي لا يقيم عليها الحد وهي حبلى. فلما وضعت أتت بمولودها، فتوكل به أحد الأنصار في رضاعه وأمر بها فرجمت. فرميها خالد بحجر في رأسها فنضح الدم على ثيابه فلعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها، إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عز وجل عليه. فكانوا سابقين حتى في توبتهم وفي علو توبتهم وفي مصارعتهم إلى التوبة إلى الله عز وجل. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة 25 يوما وطلب منهم أن ينزلوا على حكمه، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل لهم أبا لبابة ابن عبد المنذر، وكان حليفا لهم في الجاهلية، واستقبلوه بالنساء والأطفال يبكون. فقالوا له: ننزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. ولكنه أشار بيده، أي يشير إلى أن الحكم هو الذبح.
ولم تتحرك قدماه حتى استشعر أنه خان الله ورسوله، فربط نفسه في سارية من سوار المسجد حتى نزل قول الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تيب على أبي لبابة. فاستأذنته أم سلمة وكان عندها في ليلتها أن تبشره فأذن لها، فوقفت على باب حجرتها وقالت: أبشر يا أبا لبابة، لقد تيب عليك أبو خيثمة رضي الله عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وتخلف أبو خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد يوما وكان له زوجتان، وكانت كل واحدة منهما قد رشت عريشها وبردت ماءها وجهزت له طعاما، فوقف على باب العريشين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والحر والريح، والضح أي الشمس، وأبو خيثمة في ظل وماء بارد، وزوجة حسناء، والله ما هذا بالنصف. وقال: والله لا أدخل عريش واحدة منهما جهزاني. فجهزاه فخرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا راكب. رأوه من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فلما اقترب قالوا: والله هو أبو خيثمة يا رسول الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فاستغفر له ودعا له. فكان الصحابة سباقين إلى كل خير، فسوف تنتصر الأمة عباد الله، وسوف تنتصر الصحوة الإسلامية، ليس بالصدام مع الجيش والشرطة، يقتل المسلمون بعضهم بعضا كما يحدث في اليمن وفي ليبيا وفي كثير من البلاد، ولكنهم سوف ينتصرون عباد الله إذا تخلقوا بأخلاق الصحابة، وإذا تأهلوا بمؤهلات الصحابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.